ولدت الممثلة الأردنية ناريمان عبد الكريم في 1 يوليو لعام 1970. عاشت طفولتها في ليبيا، دخلت الفن بتشجيع من والدها ومعارضة قبيلتها لكونها من أصول بدوية. انطلاقتها كانت في عام 1986، أول أدوارها كانت في مسلسل الملح الأسود. قدمت العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون الأردني، أبرزها وضحى وابن عجلان. لقت الفنانة ناريمان عبد الكريم نجوميتها وشهرتها بعد دخول عالم الدراما والتلفزيون، فشاركت في بطولات عدد من المسلسلات الخليجية والبدوية مثل مسلسل نهيل ومسلسل الأرملة والجدة حسنة، وتزوجت من الفنان الأردني الكبير محمد الزواهرة، وأنجبت منه ابنيها نجم الزواهرة والفنان الأردني كرم الزواهرة، كما تم تعيين الفنانة عضو بنقابة الفنانين في الأردن. من هوايتها المفضلة القراءة في مجال التاريخ والتأمل في الطبيعة وممارسة الرياضة والسفر والتمثيل والجري، وهي سيدة اجتماعية ودودة جدا مع من حولها، فهي تكره العزلة وتحب النشاط والاستيقاظ باكرا، تحب الأكل الشهي مثل الكبسة والملوخية والمنسف والدجاج المشوي. أغلب الأعمال التي قدمتها الفنانة ناريمان عبد الكريم كانت في إطار شخصية السيدة الطيبة والمرأة المظلومة والمنكسرة دائما، كما أن تلك الأدوار أحبها الجمهور وتعاطف معها، ولكنها تتمنى أدوارا مختلفة وأكثر تعقيدا تدفعها إلى ظهور موهبتها التمثيلية والطاقات التي لم تخرجها في أدوارها، بالإضافة إلى حبها الشديد إلى الأدوار الكوميدية، وتتمنى تجسيدها ولكنها لم تقدم لها. من أشهر أعمالها مسلسل النخوة، أبناء العطش، أولاد خالتي، وفاء وتضحية، مثايل، سهرة تلفزيونية، الجار السابع، سهرة تلفزيونية، رجوة، الفكاهة في التراث العربي، اللغز البدوي، القسمة والنصيب، سوق الألغاز، الملح الأسود، النصائح الثلاث، أصايل، لقمة العيش، الجذور الطيبة، القلب الكبير، الرمضاء والنار، التراب المر، عمان في التاريخ، الليل الطويل، خيمة على الطريق، زمن ماجد، بين نارين، الجدة حسنة، الدرب الطويل، نهيل، السقاية، دروب الحنة، الأرملة، وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.